بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المجموعة من المحاضرات هنتكلم فيها عن الاسبيشال امبريولوجي، العلم اللي هيتناول قضية تكون البودي اورجانز، وهنبتدي بأول مجموعة من الاورجانز اللي كانت بتشكل الهيد اند نيك، بتتكون من خلال اباريتاس، جهاز اسمه برانكيال اباريتاس. هذا البرانكيال اباريتاس بيوصف مجموعة كبيرة من الاورجانز بتشكل الهيد اند نيك، خرجت من اصل واحد اسمه فارينجيال ارشز. هذه الارشز اللي كانت بتكون البرانكيال اباريتاس، تعالوا نشوفها هتكون ازاي. القضية عندنا بدأت بعد الأسبوع الرابع من البريجنانسي. إذا ذكر الأسبوع الرابع من البريجنانسي لازم نتذكر حالة الجنين من خلال هذا السكشن. الجنين في نهاية الأسبوع الرابع كان تعرض لحدث جميل جدا اسمه الفولدينج، عملية التشكل، عملية التصوير. صور الجنين، الجنين أخذ صورة، أخذ شكل مجسم. الجنين قبل كده ما كانش مجسم، كان عبارة عن قرص ديسك اسمه جيرم ديسك أو إمبريونيك ديسك. هذا القرص كان مدور، كان راوندد ثم أوفل ثم بير إن شيب. في الأسبوع الرابع تحول هذا القرص في عملية تشكيل جميلة، حولته لمجسم من قرص مسطح فلات له بعدين اتنين فقط إلى جسم له ثلاث أبعاد. هذا الجسم أصبح اسمه الإمبريو. كان في بداية شكله كان شكل حباية الفول زي ما احنا رسمينه كده. من خلال ساجيتال سيكشن في حباية الفول ديت اللي هتصبح الجنين، كان شكل هذا المجسم محاط من الخارج بطبقة بممبرين. هذه الطبقة كانت الإكتوديرم بعد ما تعرض للتني للإنثناء للتشكيل للفولدينج أصبح يغطي كل السيرفس بتاع الجنين. فالإمبريو محاط من جميع اتجاهاته بالإكتوديرم. وليه كان من جميع الاتجاهات؟ ما كان موجود في الظهر بس نتيجة الفولدينج حصل اوفر جروس للإكتوديرم ولف وشكل غطى للجنين من كل جوانبه، من الامام ومن الخلف، يعني من ناحية البطن ومن ناحية الظهر ومن الجوانب. شقناه نصين بالطول في ساجيتال سيكشن وعاوزين نوصف شكله، لان حباية الفول اللي هي الجنين محاطة زي ما اتفقنا بإكتوديرمال كفرينج. طيب الجنين كان له منظر في هذه المنطقة العلوية من الجنين، كان هناك انتفاخ، كان هناك جزء متضخم. مستقبلا سيصبح الرأس، لكن ما اقدرش اقول عليه رأس، ما اقدرش اقول عليه هيد، ملوش ملامح الهيد، ده هو تضخم في منطقة هيد المستقبل، فعشان كده بيسميه هيد بلج. يلي الهيد بلج حفرة، هذه الحفرة اسمها استوموديوم. استوموديوم ده الأصل اللاتيني للماوس، بس دي ملاش ملامح الماوس، لا في لأبر لب ولا لور لب ولا في ماوس كافيتي، ده عبارة عن حفرة، فبيسموها الحفرة أو الفتحة يعني استوموديوم. كان يليها انتفاخ آخر اسمه ثوراسيك بلج، مستقبلا هتصبح منطقة الثوراكس، يقولوا عليه أيضا كاردياك بلج. ثم يلي الثوراسيك أو الكاردياك بلج يلي انتفاخ يسموه الأمبليكس، وأخيرا التيل أوف ذا إمبريو. ده كان في نهاية الأسبوع الرابع من بره. طب من جوه في إيه؟ نتيجة الفولدينج الطبقة اللي كانت قاعدة تحت الإكتوديرم اللي كان اسمها الإندوديرم اتحولت لتيوب.
هذه التيوب اسمها اندوديرمال أو جات تيوب، كانت بتبتدي مباشرة من عند الاستموديوم وبتنتهي عند التيل اوف ذا امبريو بانتفاخ يسموه الكلويكا. هذه الانبوب كانت الاول غشاء مسطح، لكن نتيجة عملية انثناء الفولدنج اوف ذا امبريونيك ديسك تحولت هذه الطبقة من طبقة مسطحة تعمل بعدين لانبوب مجسم. الانبوب المجسم ده كان بيبتدي من عند الاستموديوم بالباكو فارينجال ميمبرين وبينتهي عند التيل اوف ذا امبريو بانتفاخ اسمه الكلوكا، هيعمل تاتش للاكتوديرم عند الكلوكا الميمبرين. اما الكافيت اللي كان قاعد تحتيه، الكافيت الاصلي اللي هو ده اللي اسمه الديفينيتيف يوكساك، فهينفعص نتيجه الفولدنج ويحصل له بروجكشن من قلب الجات تيوب ويظل على اتصال بيها بدكت اسمها فيتيلو انتستينال دكت، ينفعص ويدخل في قلب سرة الامبلايكس اوف ذا امبريو ويبقى اسمها الديفينيتيف يوكساك. ده كان الاكتوديرم وده الاندوديرم. ماذا عن الداخل اللي هو باللون الاصفر ده؟ بداخل الجنين كان كتلة خلوية رخوة اللي هي الانترا امبريونيك ميزوديرم. هذا الانتر امبريونيك ميزوديرم هو بحر عظيم من الخلايا الرخوة لها المقدرة على التشكل في صور مختلفة، تتحول بعد كده لعدد كبير من الأنسجة، البعض منها البون سيلز، البعض منها المسل سيلز، البعض منها بلاد سيلز. هذا البحر العظيم من الخلايا كان يحيط بالاندوديرمال تيوب الجات تيوب من كل الاتجاهات. طيب كان قاعد في الباك اوف ذا جات تيوب استراكشر اسمه النوتوكورد، افكركم بيه بسرعه. هذا النوتوكورد اللي كان خرج من الاكتوديرم كان المحفز للاكتوديرم، هو خرج بالاكتوديرم لكن بيحفزه انه يكون شيء اخر. الشيء ده كان هو النيورال تيوب اللي هتصبح السي ان اس بعد كده، السيفاليك هيد بتاعتها تصبح البرين والكودا الاند الضيقه تصبح السباينال كورد، ثم يختفي هذا المحفز اللي اسمه نوتوكورد ويتحول الى الانترفيرتبرال ديسك. هذه هي طبوغرافيا ان صح التعبير، طبوغرافيا الجنين في نهايه الاسبوع الرابع. وادي الاستراكشرز الاساسيه اللي بتكونه. عاوزين نشوف الهيد اند نيك الديفرنت اورجانز بتاعتها خرجت منين. تعالوا نشوف مع بعض من خلال الدياجرام ده. بس قبل ما اتكلم على الديفلوبمنت اوف برانكيال او فارينجيال ارشز، عاوز اذكركم بمعلومه مهمه. المعلومه ديت بتقول ان الاورجانز اوف هيد اند نيك زيها زي الاورجانز بتاعت جسمنا كله، كلها بتبتدي تتكون في فتره من نهايه الاسبوع الرابع او بدايه الاسبوع الخامس وحتى نهايه الاسبوع الثامن. كل البودي اورجانز بما فيها الاورجانز اوف ذا هيد اند نيك بتتكون في هذه المرحله الخطره الحساسه من نهايه الاسبوع الرابع او بدايه الخامس وحتى نهايه الاسبوع الثامن. علشان كده احنا بنسمي هذه المرحله مرحله الاورجان فورميشن او الاورجانوجينيسيس او الامبريوجينيسيس. المرحله دي الاورجانز كلها بتتكون. طيب امال الجنين هيقعد بعد كده يعمل ايه؟ الاورجانز اللي اتكونت ديت يحصل لها بعد كده عمليه اسمها ماتوريشن جروس، وتاخد شكل متناسب مع حجم الجنين، يعني هتكبر في السايز لكن تظل محتفظه بالشيب بتاعها. اذا الشيب النهائي للاورجان هيبتدي يتكون في نهايه الاسبوع الرابع او بدايه الخامس وينتهي عند الاسبوع الثامن. من بعد الاسبوع الثامن وحتى نهايه الحمل كانت هذه الاورجانز بيحصل لها انكريز ان سايز او ماتوريشن. من هنا الفتره ديت فتره اول 3 شهور في عمر الجنين، الفتره دي كانت فتره خطر جدا، فيري ريسكي. ليه؟ عمليه تكوين الاورجانز كانت بتتم بناء على شفرات موجوده على الجينز بتاعت الجنين. المئة ألف جين اللي الجنين بيحملهم
هم اللي بيكونوا او اللي بيصدروا الاوامر لتكوين الديفرنت بودي اورجانز. هذه الجينز ممكن تتغير، يحصل لها ميوتيشن، تشوه. لو اتشوهت دي بتحمل اوامر تكوين الاورجانز، اوامر تكوين الاورجانز هتكون مشوهه، فممكن الاورجانز وهي بتتكون في الفتره دهيت تتكون بصوره مشوهه، فيحصل فيها الكونجينيتال ابنورماليتيز اللي هي الكونجينيتال انوماليز او الميوتيشن، تشوه تشك في تشك في شكل الاورجانز المتكونه. طب ايه اللي هيشوه الجينات؟ هيشوهها تغير في البيئه اللي بيتعرض لها الجنين المتصل بامه، كان الام تتعرض لاشعاع، كان الام تتعرض لانفيرومنتال تشينجز زي سيجاريت سموكينج، تتعرض لبعض من الاكسبوجر لبعض من الدست، او تتعرض لدراج انتيك سواء كان بالانجيشن او بالانجكشن. اي تغير في البيئه ممكن تتعرض لبعض الديزيزز زي الجيرمان ميزلز الحصبة الالماني، كل هذه العوامل من الممكن انها تتسبب في تغير جيني يعقبه تغير شكلي للأعضاء المتكونة فيما يعرف باسم الكونجينيتال انوماليز او الكونجينيتال ابنورماليتيز. كل ده كان بيتم في فترة تكوين الاورجانز اللي كانت من نهاية الاسبوع الرابع او بداية الخامس وحتى نهاية الاسبوع الثامن. مرحلة الاورجان فورميشن من اجل هذا السبب كان ينصح للمرأة الحامل في اول 3 شهور من الحمل بتجنب تعاطي على قدر الإمكان الأدوية أو العقاقير أو تجنب تعرض للعوامل الملوثة التي من الممكن أن تتسبب في تشوه الجينات اللي بتصدر أوامر تكوين البودي organs of the embryo. تعالوا ندخل بقى على مين، على موضوعنا إحنا. موضوعنا إحنا اللي اسمه الفرنجيال ارشز او برانكيال ارشز، لا اسماء اخرى سيرفايكال ارشز او فيسرال ارشز، لكن الاسم الاشهر هو الفرنجيال ارشز. فرنجيال ارشز عباره عن مجموعه ستراكشرز تخرج من الجنين وفي نهايه الاسبوع الرابع وتؤدي الى تشكيل عدد كبير من الاورجانز في الهيد اند نيك. ازاي؟ من خلال هذا السكشن هنشوف ايه اللي هيحصل. steps that describe the formation of pharyngeal arches. البداية بتاعتنا المنطقة اللي تحت الاستوموديوم في منطقة الفيوتشر نيك هيصدر إليها أمر بالنمو، يحصل لها جروس، نتيجة لذلك يحصل لها elongation في المنطقة اللي مباشرة تحت يعني كودل تو ستوموديوم، هيحصل الونجيشن للمنطقة دهيت. الونجيشن في المنطقة ديت هيسبب ان هذه الاريا تطول، يناظرها على الناحية التانية في الاندوديرم من جوه ان البروكسيمال اند اوف ذا جات تيوب هي كمان هيحصل لها الونجيشن وتكون منطقة الفيوتشر فارينكس. يبقى دي منطقة الفيوتشر نيك في الاكتوديرم ومنطقة الفيوتشر فارينكس في الاندوديرم، حصل لهم الاثنين الونجيشن بناء على شفرة جينية. طيب هيظل الالونجيشن يمتد، الاكستنشن لهذه المنطقة سيظل في الامتداد والجنين الحيز اللي بينمو فيه ثابت، فنتيجة لذلك يحصل فيه انبعاجات، هيتكون عدد من الارشز يبلغ عددها 6 arches. 6 arches are formed in the region of the developing neck اللي تقع تحت الاستوموديوم. الست arches المتكونة ادي الاول الثاني الثالث الرابع ثم خفضنا الى السادس، معنى كده ان الخامس مش موجود، الخامس هيختفي، يحصل له disappearance. ايه السبب؟ انه فقد البلاد سبلاي اللي بيغذيه،
معنى كده ان كل قرش من هذه الارشز بياخد شريان يغذيه جاي من الدورسال اورطة في الباك، وبياخد له نيرف يغذيه جاي من النيورال تيوب اللي قاعده في الباك على النمط اللي احنا هنشوفه. الفيرست ارش النيرف اللي كان هيغذيه جاي من النيورال تيوب هو المانديبولار نيرف. السكند ارش هياخد نيرف يغذيه هو الفيشيال نيرف. السيرد ارش هياخد نيرف يغذيه هو الجلوسوفارينجيال نيرف. الفورس ارش هيجيله نيرفين تو نيرفز يغذوه، هما من برانشز الفيجاس اللي هو كان الاكسترنال لارينجيال برانش او اكسترنال لارينجيال نيرف، ده كان برانش من السوبيرو لارينجيال اوف فيجاس، والفرنجيال برانش اوف فيجاس ده اللي هو كان مين؟ ده اللي هو كان الكرينيال اكسسوري بعد ما انفصل عن السباينال اكسسوري والتحق بالفيجاس نيرف وخرج منه في صور برانش اسمه الفرنجيال برانش اوف فيجاس. اما الارش السادس فكان النيرف اللي يغذيه هو ايضا احد البرانشز اوف ذا فيجاس نيرف واسمه الريكارنت لارينجيال. ده كان النيرف سبلاي لهذه السكس ارشز على اعتبار ان الخامس اختفى. طيب عاوزين نشوف تركيب هذه الارشز من خلال هذا الكورونال سيكشن. يعني لو جيت الرسمه اللي فاتت، الرسمه دي كانت ساجيتال سيكشن في الجنين اللي يشبه حبه الفول، وتبين فيها شكل هذه الارشز. هذه الارشز موجوده في النك واخده الفرنت والسايدز، اما الباك فكان عندي في الفارينكس. عاوزين نشوف الارشز دي بتتكون من ايه. من خلال هذا انا خلعت الفارينجيال ارشز ونظرت اليها من خلال الكورونال سيكشن، لقيت انا عندي الارشز السته هم ادي الفيرست السكند الثيرد الفورس السكس، ثم اختفى الفيفث زي ما اتفقنا. كل ارش من هذه الارش تكون من ثلاث حاجات. من الخارج طبقه ممبرينس لاير هي اسمها الاكتوديرمال كفرنج، يبقى من الخارج اكتوديرم هيغطي هذه الارشز من الاوتسايد. من الداخل هنجد اندوديرمال لايننج. اندوديرمال لايننج ده هيكون من ناحيه الفارينكس. في النص الكور اللي بالداخل كان ميزوديرمال ماس او ميزونكايمال ماس. يبقى كل ارش من هذه الثلاثه من هذه الست ارشز او الخمسه المتبقيين يتكون من ثلاث اجزاء: اكتوديرمال كفرنج فروم اوتسايد، واندوديرمال لايننج من ناحيه الفارينكس يعني فروم انسايد، وفي النص ميزوديرمال ماس او ميزينكايمال ماس. كل ارش مفصول عن الارش اللي يليه من فوق او من تحت، مفصول عنه من ناحيه النك بشق يسموه برانكيال كليفت، ومفصول من الداخل بجيب يسموه فارينجيال باوتش. ادي كان الاستراكشر بتاع الفارينجيال ارشز. طيب الميزينكايمال او الميزوديرمال ماس الانترميديات ماس ديت دي جايه منين؟ جايه من مصدرين اتنين. المصدر الاول البارا اكزيال واللاترال ميزوديرم، ونرجع للجنرال امبلولوجي نفتكر مصير الانتر امبلوك ميزوديرم، لكن هيتحول على السايدز اوف ذا نوتوكورد لثري كولمز البارا اكزيال واللاترال والانترميديات. البارا اكزيال واللاترال هم اللي كانوا هيكونوا مين؟ كانوا هيكونوا الميزوديرمال ماس، بالاضافه الى بعض الخلايا المهاجره من النيورال كريست. وراجعوا النيورال كريست وافتكر هو مين. من النيورال كريست ستهاجر وتبتدي تشارك في تكوين الميزينكايمال او الميزوديرمال ماس وتعطيني بعض من السكيلتون اوف ذا فيس. ده كان الاستراكشر بتاع الفارينجيال ارشز. طيب ده منظر طبيعي، ادي الارشز بتاعتنا الفيرست ارش طبعا واخد السايدز والفرنت. ده الفيرست ارش، دي بعض الحاجات اللي طلع منه هنتكلم عليها بعدين، وده السكند ارش اهو، وده الثيرد ارش، وده الفورس ارش، وده من هنا كان السكس ارش. والارش من بره اهو كان عباره عن اكتوديرمال كفرنج اهوت اللي هو باللون الازرق، ومن جوه كان
الاندوديرمال لايننج. هذه الارشز كانت مفصولة عن بعض من الداخل بعدد 5 باوتشز اسمها الفارينجال باوتشز. الفيرست باوتش كان يقع باوتش يعني جيب يقع بين الفيرست والسكند. السكند باوتش اللي هو ده يقع بين السكند والسيرد. السيرد باوتش يقع بين السيرد والفورس. الفورس باوتش يقع بين الفورس والفيفث ومندمج مع الباوتش الاخير ده. ده الباوتش اللي هو الخامس، ده الباوتش الرابع وده الباوتش الخامس مندمجين مع بعض. ده من الداخل. اما من الخارج فكانوا منفصلين عن بعض. كان الارشز مفصولة عن بعضها بعدد من الشقوق تسمى اكتوديرمال او فارينجيال كليفتس. يبقى ده الفيرست اكتوديرمال كليفت وده السكند سيرد الفورس. يبقى تركيبة الارشز او الفارينجيال ارشز عبارة عن عدد من الارشز يبلغ عددها 6، الخامس اختفى، عدد من الكليفتس يبلغ عددها 4، عدد من الباوتشز يبلغ عددها 5 4 5 6. وكل قرش عبارة عن 3 حاجات: اكتوديرمال كافرينج واندوديرمال لايننج وبالداخل ميزوديرمال ماس. ويفصلها عن بعض كل قرش ينفصل عن التاني من بره بكليفت ومن جوه باوتش. وكل قرش ياخد له نيرف سبلاي على النسق اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية، وكذلك ياخد له ارتيريال سبلاي من الدرس الاورطة اللي قاعد في ظهره. ده كان الاستراكشر اوف ذا فارينجال ارشز. لحد دلوقتي احنا لسه ما اتكلمناش عن الاورجنز اللي هتشكل ايه ده اندنيك. خرجت ازاي من هذه الارشز؟ خرجت من خلال دريفاتيفز. يبتدي كل جزء من اجزاء الفارينجال ارشز تطلع دريفاتيفز. فالاكتوديرم هيطلع دريفاتيفز، الاندوديرم يطلع دريفاتيفز، وكذلك الميزوديرم يطلع دريفاتيفز. تعالوا نشوف الاكتوديرمال دريفاتيفز of the pharyngeal clefts. من خلال هذا الدياجرام ادي الست ارشز بتاعتي. الكليفتس فين؟ اللي ناحيه بره. فالفيرست فارينجيال كليفت هيحصل له حاجه غريبه خالص، هيحصل له جروينج ديبلي انسايد الميزوديرمال ماس. ينمو هذا الكليفت، يحصل له جروس للداخل علشان يكون 3 حاجات: يكون الانترنال اكسترنال اوديتروميتس والاوتر كفرنج او الاوتر لير اوف ذا اير درام، وينتهي بتكوين الاوريكل. ده على طبعا على الناحيتين. ده كان مين؟ ده كان الفيرست فارينجيال كليفت، هيكون الثلاث حاجات ديت. طب ماذا عن السكند فارينجيال كليفت؟ السكند فارينجيال كليفت هيحصل له جروس من السايدز والفرونت قدام النك علشان يكون في لاب بهذا الشكل اهو. هيحصل له جروس ويكون في لاب اسمه اكتوديرمال فلاب. هذا الفلاب هيمشي في مقدمه النك ويغطي على السكند فارينجيال كليفت والسيرد فارينجيال كليفت والفورس فارينجيال كليفت. ويقرب منين؟ يقرب من الاكتوديرم بتاع البودي سيرفيس اللي تحت النك. ده مش كده وبس، ده بعد ما يقرب منه هيحصل له فيوجن معاه، يندمج معاه. نتيجة اندماج الاكتوديرمال فلاب اللي كان طالع من السكند فارينجيال كليفت مع الاكتوديرم بتاع السيرفيس اوف ذا بودي اوف ذا امبريو هيختفي على اثره. مين؟ هتندفن التاني والتالت والرابع فارينجيال كليفتس، ومكان مكان الاندماج بتاعها او مكان الاختفاء بتاعها هيظهر في صوره ساينس عباره عن خرم صغير كده اسمه سيرفيكال ساينس، سرعان ما يختفي نتيجه الفيوجن اوف ذا اكتوديرمال او ذا سكند اكتوديرمال ديريفيتيف اللي هو الاكتوديرمال فلاب. نتيجه الجروس بتاعه والفيوجن مع البودي سيرفيس يعقبه اختفاء الارشنج باترن اوف ذا نيك. ارشنج باترن منطقة تقوس النك، الأقواس اللي كانت موجودة في مقدمة النك هتختفي ويصبح النك له سموث باترن المعروفة بالنك الأدمية بتاعتنا إنها سموث ما هياش أرشنج. ديت كانت مين؟
دي كانت الاكتوديرمال دريفيتيفز اوف فرينجيال ارشز. يبقى الفيرست ارش طلع لي ثلاث حاجات، طلع الميتس الاكسترنال اوديتري ميتس، وطلع الاير درام الاوتر سيرفيس، وطلع من هنا بعد كده الاوريكل. اما السكند اكتوديرمال كليفت فطلع الاكتوديرمال فلاب اللي اندمج مع الاكتوديرمال بتاع البودي سيرفيس للجنين في منطقه النك، وكان نتيجه هذا الاندماج انه دفن تحت منه مين؟ السكند والثيرد والفورث برانكال كليفس اللي اختفوا خالص وتركوا اثر الاختفاء في صوره سيرفيكال ساينس سرعان ما اختفى هو الاخر. يبقى كده خلصنا الاكتوديرم. طب ماذا عن الاندوديرمال دريفيتيفز اللي هتخرج من الفرنجيال باوتشز؟ ده منظر تاني اهوت للبرانكيال كليفتس. ادي الفيرست برانكيال او الفيرست فرنجيال كليفت طلع تلات حاجات، وده السكند فرنجيال كليفت اللي طلع الفلاب اللي اندمج مع الاكتوديرم اللي تحت النك واختفى على اثره الارشنج باترن او بقيه البرانكيال او الفرنجيال كليفتس الثاني والثالث والرابع، واصبح للنك السموث باترن. ده من السايد ده ومن السايد الثاني ومن الفرنت، هيختفي الارشنج باترن بتاع الفرنجيال ارشز وتصبح للنك السموث ابيرنس. طيب ماذا عن الاندوديرمال دريفيتيفز اوف ذا فرينجيال باوتشز؟ انا عندي خمسه باوتشز، الفيرست والسكند الثيرد الفورث الفيفث. تعالوا نشوف الباوتشز دي هتطلع ايه. ادي عندي من جوه بقى الباوتشز، يعني من الداخل، ده الفيرست ارش وده السكند فرينجيال ارش، الثيرد فرينجيال ارش، الفورث، وده الفيفث. الباوتشز اللي احنا قلنا من الداخل انا عندي خمسه باوتشز، ده الفيرست باوتش اللي بين الفيرست والسكند ارشز، ده السكند باوتش اللي بين السكند والثيرد ارشز، وده الثيرد والفورث، وده الفيفث. طيب الفيرست فرنجيال باوتش اللي هو الجيب اللي يقع بين الفيرست والسكند ارش واللي هو اندوديرمال ان اوريجين، هيحصل له ايضا جروس ديبلي بداخل الميزوديرمال ماس علشان يتحول الى حاجتين اتنين. البروكسيمال بارت منه هيتحول الى الاوديتوري او الاوستيكيان تيوب، اما الديستال بارت اللي جوه فيتحول الى الميدل اير كافيتي. ده بالنسبه لمكان خروجه منين؟ لمكان خروجه من هذا البارت. يبقى جزء منه هيتحول الى الاوستيكيان او الاوديتوري تيوب، بينما الجزء الاخر يتحول الى الميدل اير كافيتي، ومن الداخل هنجد الانر لايننج اوف ذا اير درام، الانر لاير بتاعت الاير درام. نتذكر هنا ان الاير درام كانت من الخارج، كانت من بره اكتوديرمال ان اوريجين بتاع الفيرست فارينجيال كليفت، ومن الداخل اندوديرمال ان اوريجين. طيب تعالوا نشوف السكند فارينجيال باوتش هيطلع ايه. ده السكند باوتش هيحصل له جروينج ديبلي انسايد ذا ميزوديرم، ثم يتفرع الى عدد من الفينجر لايك بروسيسز اللي هتكون التونسيلر كريبتس. التونسيلر كريبتس دي هتصبح بدايه تكوين البلاتين تونسل. اتز ذا بريمورديوم، يعني بدايات تكوين البلاتين تونسل اللي هتبتدي تشد من الميزوديرم الراوند طبقه وتحولها الى الكبسول بتاعه البلاتين تونسل. طيب من الثيرد باوتش الاندوديرم بتاعه ايه اللي هيحصل له؟ هيحصل له جروينج ديبلي في صوره ايه؟ في صوره عدد من الفينجر لايك بروسيسز اللي تنقسم الى شعبتين اتنين، واحده سيفاليك وواحده كودال. السيفاليك هو عباره عن بروز اسمه انفيريور باراثايرويد، والكودال هو عباره عن بروز اخر اسمه سايموس دايفرتيكولوم، كل واحد في صوره دايفرتيكولوم. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ يبقى الانفيريور باراثايرويد اللي فوق والسايموس اللي تحت. طب نستنى شويه كده وندخل على الفورس فارينجيال باوتش. الفورس فارينجيال باوتش هيطلع دايفرتيكولوم واحد،
يطلع بروسيس واحد هو السوبيريور باراسايرويد. الله، معنى الكلام ده ايه؟ الانفيريور باراسايرويد طالعه من السيرد فارنجيال باوتش، والسوبيريور طالعه من الفورس فارنجيال باوتش. ايوه الله، يعني السوبيريور تحت والانفيريور فوق. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان السايمس جلاند مع الفيرزر ديفلوبمنت هيحصل لها جروينج وتتحرك مايجريشن وتستقر في مكانها في منطقة صدر الجنين في السوركس، هتشد معاها الانفيريور باراسيرويد وتركنها توصلها ورا السيرويد جلاند فتستقر في مكانها تحت السوبيريور باراسيرويد. يبقى هنا بأكد وأقول ان الانفيريور باراسيرويد دايفرتيكولم اللي هيصبح بعد ذلك الانفيريور باراسيرويد جلاند طالع من السيرد فارينجيال باوتش، اما السوبيريور باراسيرويد فكان طالع من الفورس فارينجيال باوتش، واخيرا من الفيفث فارينجيال باوتش كان هيخرج بروجيكشن اسمه التيمو برونكيال بودي. هذا الالتيمو برونكيال بودي هيهاجر من مكانه ويدخل في قلب السبستانس اوف ذا ثايرويد جلاند اللي موجوده في النك هنا، يدخل ويكون بداخلها السي سيلز اوف ذا ثايرويد جلاند اللي هتطلع هرمون الكالسيتونين. دي كانت الاندوديرمال ديريفاتيفز اوف ذا فارينجيال باوتش. من الملاحظ ان الاكتوديرمال ديريفاتيفز والاندوديرمال ديريفاتيفز خارجه من اللي خرجت من الاكتوديرم او من الاندوديرم كانت كلها في صوره بروزات بروجكشنز تسمى دايفرتيكولا او بروسيسز، هتكون البدايات او البريمورديا للاورجنز بتاعتها. بالظبط في عمليه تشبيهيه لو حبينا نشبه الكلام ده نقول ان هذه البروزات، هذه البروزات اللي خرجت من الاندوديرم او من الميزوديرم، لو احنا نتذكر في الاعياد البالونات اللي احنا بنطيرها وبننفخها وبتنفجر بنمسك الممبرين بتاعها ونشفطه ونعمل منه بالونات اصغر في الحجم تبقى في داخل الفم، نطلعها ونربطها ونعمل ما يعرف باسم الزؤزيئة اللي نقعد نلعب بيها ونخبطها في راس بعضنا ايام الصغر. بالظبط هناك يد بتشفط بتدفع الاندوديرم سواء في الفيرست او السكند او السيرد او الفورس او الفيفس باوتشز، تشفطها وتتسبب في خروج بروزات بهذا الشكل. يبقى الفيرست فرينجال باوتش هيطلع الاستيكيان تيوب والميدل اير كافيتي والانر لايننج او الانر لاير اوف ذا اير درام، السكند فرينجال باوتش هيطلع التونسيلر كريبتس اللي هتكون البريموردية يعني بداية البلاتين تونسل، السيرد فرينجال باوتش هيطلع بروزين 2 دايفرتيكولا اللي فوق اسمه انفيريور باراثايرويد واللي تحت اسمه السايمس. ونتذكر ان الفورس فرينجال باوتش هيطلع السوبيريور باراثايرويد، يبقى الانفيريور طلع من السرد والسوبيريور طلع من الفورس، لكن المايجريشن الجروس اوف ذا سايمس دايفرتيكولم لمكانه في السوركس هيشد مع مين؟ هيشد معاه الانفيديو باراسايرويد ويحطه تحت مين؟ يحطه تحت السوبيريور باراسايرويد دايفرتيكولم ورا مين؟ ورا السايرويد جلاند. واخيرا كان الفيفث فرينجيال باوتش بيطلع الالتيمو برونكيال بودي اللي هيهاجر بداخل السايرويد جلاند ويكون السي سيلز اللي هتفرز هرمون الكالسيو تونين. المنظر ده لطيف برضو، ده كورونال سيكشن في منطقة الفارنجيال ارشز، ده الاندوديرم اهو وده كان الاكتوديرم، ده الفيرست ارش وده الفيرست كليفت اللي هيطلع هنا الاكسترنال اوديتوري ميتاس والاوتر لايننج اوف ذا درام ومن هنا هتكون الاير، وده السكند اكتوديرمال كليفت اللي هينمو في صورة فلاب ويندمج مع السيرفيس بتاع البودي ويؤدي الى اختفاء الارشنج باترن اوف ذا برانكيال او الفارنجيال كليتس. طب الاندوديرم، ده الاندوديرم الاولاني اللي هو الفيرست فارنجيال باوتش اللي هيطلع مين هنا؟ ديت اللي هي الاوديتوري تيوب وديت التيمبانيك كافيتي اللي هي الميدل اير كافيتي. طب ده السكند باوتش وده الثيرد باوتش ومن هنا ده كان الفورس باوتش وده كان الفيفث باوتش.
السكند باوتش يطلع مين؟ هيطلع التونسيلر كريبت اللي تصبح من البلاتين تونسل بعد كده. طب السيرد باوتش اللي هو ده اهو هيطلع مين؟ يطلع حاجتين اتنين، هيطلع الانفيريور باراثايرويد ويطلع السايمس. السايمس لما تنزل تحت وتهاجر لمكانها في السوركس هتشد معاها الانفيريور باراثايرويد وتجعلها تستقر بيهايند ذا تونسل، تقعدها في مكانها عفوا بيهايند ذا ثايرويد جلاند وتخليها تقعد مكانها ورا الثايرويد جلاند. انما الفورس فارينجيال باوتش هيكون السوبيريور باراثايرويد اللي هيهاجر بتلقائيه ميديالي ويستقر خلف الثايرويد جلاند. اما الفيفث باوتش فكان يطلع الالتيمو برونكال بودي اللي هيهاجر المره دي بس بداخل السبستانس اوف ذا ثايرويد جلاند ويكون السي سيلز اللي هتفرز هرمون الكالسيتونين. ديت كانت الاكتوديرمال والاندوديرمال ديريفاتيفز اوف ذا فارينجيال ارشز، يعني الديريفاتيفز اللي خارجه من الكليفتس اللي هي الاكتوديرمال اورجن، والديريفاتيفز اللي خارجه من الباوتشز اللي هي اندوديرمال الاورجن، ودورها في تكوين بعض من الاورجانز اوف ذا هيد اند نيك. نكتفي بالجزء ده ونكمل في المحاضرة الثانية.